السابع عشر من تموز 2015 تاريخ أراده أهالي النعم والمناطق المجاورة يوم احتفال بانتهاء العمل بمطمر النعمة بعد انقضاء المهلة الممددة لذلك والتي سبق وحددها مجلس الوزراء، مناسبة قد تمتد أياما عدة ليتحول الاحتفال إلى رسالة تأكيد على إصرار الأهالي على منع أي عمليات طمر جديدة في منطقة يختنق ساكنوها من نفايات يتحملون روائحها وضررها الصحي والبيئي. رؤساء بلديات وممثلون عن جمعيات بيئية تجمهروا عند مدخل المطمر ونصبوا خيم الاحتفال رافعين الشعارات التي تؤكد على أهمية إقفال المطمر إلى جانب أعلام لبنانية وأعلام الحزب التقدمي الاشتراكي. نحن وصلنا ل 17/7 ولقينا لحد هلق ما في شيء عند الحكومة اللي وعدونا فيه، فنحن حنستمر نحن وأهالي المنطقة القرى المجاورة الشحار وعرمون ثابتين لحتى إقفال هذا المطمر نهائيا. هذا المطمر هذا بنعتبره اليوم آخر يوم بحياة هذا المطمر، مطمر عند رفيل النعمة صار من الماضي، وهذا كلامهم. نحن عم نطالب الدولة، هذا كلام الدولة وهذا كلام وزير البيئة بالذات، أنه مطمر النعمة ب 17/7 حيصير من الماضي. الكلمة الأبرز كانت لعدد كبير من ممثلي الجمعيات البيئية. اليوم احتفال على إقفال مطمر النعمة، اليوم المجتمع المدني عم بقول كلمته، الكلمة الأخيرة يلي هي لا مجال للعودة إلى الوراء. رح نقفل المطمر نهائيا، متمنى على كل الناس وعلى كل البلديات يبلشوا بلم زبالة ويبلشوا بالفرز. موضوع أنه مبروك لأهالي الشحار لتحررهم من هالعبء العشرين سنة ظلم، وإنما بلش الشغل اليوم. أوعى عم نسمع خبريات انه انفتح الكوستا برافا وانفتح ما بعرف وين مكاب، منحمل الدوله مسؤوليه انه ما يضغطوا على اهالي الشحار بالتلميح الى فتح اي مكب عشوائي اخر. المنطقه التي احيطت باجراءات امنيه مشدده شهدت دخول اخر شاحنات سكلين والتي افرغت النفايات عند 9 صباحا بمواكبه امنيه قبل ان يحتشد الاهالي ويقوموا بنصب الخيام. لا شك أن منطقة النعمة والقرى المجاورة ستتنفس بشكل مختلف بدءا من اليوم، فيما يترقب المتابعون من مواطنين ومختصين الحلول البديلة التي من المفترض أن تجنب عددا كبيرا من المناطق الغرق في النفايات. من أمام مطمر النعمة شرب العبود، تلفزيون مستقبل.